نجم النادي الاهلي السابق واحد مدربينا المحنكين حقيقه في الدوري المصري، كابتن مختار مختار اللي دايما بعتز بيه ابونا يعني في كره القدم الحقيقه، واحد مدربي طبعا قطاع ناشئين في النادي الاهلي وطلع نجوم كبيره. كابتن مختار طلع نجوم كبيره في النادي الاهلي ايام ما كنا احنا متواجدين الحقيقه، فبعتز طبعا بوجودي كاحد اللاعبين دول. كابتن مختار تحياتي لحضرتك كابتن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كابتن. الله يخليك. ازيك يا كابتن، كله تمام؟ الحمد لله كل كله سنه وانت تمام طيب. كل بفضل سنه وانت طيب الله يا الحمد كابتن. لله. الحقيقه سؤالي الاهم، يعني النهارده كنا منتظرين ان احنا نشوف كرنفال موجود ما بين الاهلي والزمالك ولكن ده لم يحدث. كابتن رايك في الوضع او الموقف اللي حصل ده كابتن؟ والله طبعا خساره كبيره ان احنا النهارده الماتش دوت ما يتلعبش، اكيد ان دي خساره كبيره للكره المصريه، واكيد ان ده موقف يعني صعب جدا 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 على جمهور الفرقتين. يعني اكيد ان المشكله اللي احنا كلنا بنتكلم فيها ممكن طبعا ان يكون نادي الزمالك عنده حق في كثير من الحاجات اللي هو قالها، لكن هو انا كنت اتمنى ان هذا الامر يصار ما يوصلش بسبب، يعني كان ممكن يصار بشكل قوي جدا 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 بدون سبب، ودي كانت كمان تبقى ليها رد فعل هائل جدا جدا على كل الناس. لكن انه السبب ان الماتش والجون وكده، وبعدين احنا قصايدين المشاكل اللي هي اصلا متواجده، اكيد ان دي هي يمكن فيها الحته السلبيه شويه، لكن كل الناس بتعاني من هذا الامر. ما فيش بلد في الدنيا، ولا مش هقول في الدنيا، في المنطقه بتاعتنا ولا اوروبا بيلعبوا دوري لغايه دلوقتي، وده امر ومش عارفين كمان والحقيقه الدوري ده كابتن. هيخلص اما امتى. كابتن مختار لو تسمح لي بس اقطع حضرتك في النقطه دي ونتناقش فيها، ان يعني لما نيجي نكلم المسؤولين في رابطه الانديه او اتحاد الكوره يقول لك السبب الدوري اللي احنا كملناه في كورونا. طب ما يا جماعه ما برضو الناس تعدوا بكورونا حوالينا زي ما انت بتتكلم كده كابتن، واخدوا قرارات سواء بالغاء المسابقه او ان هم خلصوا المسابقه نهايتها ولكن منتظمين، فدي حاجه غريبه انها عندنا صراحه يعني كابتن. طب احنا يعني عندنا مسببين سبب بقاله اربع خمس اربع سنين سنين اه خمس وكان ست سنين ممكن احنا اللي ناخده والامر يعدي، فالسبب ده لغايه دلوقتي هيفضل مستمر معانا السنه دي والسنه اللي فاتت واحنا كنا بنعاني منها، وادي السنه دي والسنه الجايه واكيد السنه اللي بعديها. طب وبعدين؟ او بعدين في حاجه يا محمد اقول لك حاجه، اتفضل. يعني الدوري المصري الدوري الاوروبي بيبتدي امتى؟ في شهر كام؟ في نص 8 ولا 9؟ يعني في الحدود دي في مش كده؟ الاريا دي كابتن اه أه؟ اه في الحدود دي اه الدوريات بتاعت الانديه بتبتدي في الوقت ده، وفي الوقت نفسه بعديها بفتره صغيره الدوري الاوروبي بيبتدي، وكل ده بيخلص على شهر 6، صح ولا لا؟ مظبوط. احنا الدوري الافريقي اللي هو كان عندنا مشكله ان هو كان ساعات يبتدي الساعه 11، يعني نهايته تبقى 11 وبدايته طبعا ما تبقاش بالشكل ده، لكن لا احنا بقينا نبتدي مع الدوري الاوروبي، والمفروض ان احنا نخلص مع الدوري الاوروبي افريقيا دلوقتي تخلص الشهر 6 مش كده؟ مظبوط يا كابتن. طب احنا طب هو الدوري الاوروبي ده والفرقه الاوروبيه دي بتبتدي وبتخلص والناس بتاخد اجازتها وبتبتدي تستعد للسنه اللي بعديها بشكل هائل جدا بدون اي مشاكل. احنا كميه المشاكل عندنا دي ليه؟ لاي سبب؟ مش لازم هي المسؤوليه ايه يا محمد؟ المسؤوليه ان انا مسؤول، لازم اقعد وافكر واشوف ايه المشاكل اللي عندي، ايه اللي بيوصلني ان انا افضل لكده. هل المسؤولين دول ما بيفكروش خالص ولا بيفكروا واحنا مش شايفينهم؟ اكيد في حاجه هو ده غلط. السؤال الحقيقه يا كابتن، انت بتسال سؤال مهم جدا. الدوري الاوروبي بيبتدي في شهر 8 ولا شهر 8 نص 8 ومعاه الدوري انا بتكلم على الدوريات في الانديه في البلاد، وبعدين الدوري الاوروبي بيبتدي بعديها بشهر ولا شهرين، وبعدين الاثنين بينتهوا على شهر 6 ولا نص 5 و6. طيب ما احنا كمان الدوريات في البلاد اللي حوالينا بتبتدي كده، والمفروض ان الدوري افريقيا كمان بقى بيبتدي معانا وبينتهي شهر 6. طيب ايه المشكله؟ ده حتى في افريقيا المسؤولين كانهم عارفين، يعني عارفين احنا عايزين ايه واحنا ماشيين ازاي، فكمان احنا بنلخبط البطوله الافريقيه كابتن. ما انت حتى وقت قريب انت مش عارف تودي تقول لمين مين هيلعب ببطوله افريقيا. مش ممكن صراحه. يعني في حاجه غلط. انا بقول نادي الزمالك ليه حق، والنادي الاهلي بيعاني معاناه شديده جدا. طيب يعني انت شايف يا كابتن فعلا نادي الزمالك بعيد عن النادي الاهلي مش طرف الحقيقه، ليه حق في الموقف ده؟ بص يا محمد انا بقول ليه حق،
بس التوقيت وحش. ما ينفعش ان انا اعمل توقيت عشان ماتش انا يعني جه فيا جون وانا في مشكله وبتاع مش عارف ايه، لو قلب الدنيا بظروف عاديه كل الناس هتبقى يعني مين. لكن هو اظن ان دي برضه اللي هي الحته الوحيده المثيره في هذا الامر. طيب كابتن مختار فنيا يا كابتن، حضرتك يمكن احد المدربين يعني طبعا اللي يمكن في الدوري المصري من اكثر المدربين اللي يعني مسكوا انديه وفي نفس الوقت كابتن ليك صولات وجولات الحقيقه سواء بقى مع نادي بتروجيت وانديه اخرى، ده بيأثر فنيا على اسلوب تدريبك وتأثير على اللاعبين يا كابتن مختار؟ فكره عدم انتظام المسابقه والتفاصيل دي كلها الخاصه بطول فتره المسابقه وعدم انتظامها، مش عارف هتلعب النهارده امتى، ولا ويجي مثلا يقول لك بعد بكره في ماتش ممكن تقدر تلعبه او هتلعبه؟ اكيد يا محمد امر صعب خالص. انا اصلا مش عارف احسبها ولا عارف احسبها امتى ولا فين ولا النهايه امتى ولا كده. وغير كده وكده بقى انا بكلمك بقى على الفرق اللي هي بتشتغل في بطوله افريقيا، هم اهلي وزمالك ولو دخل معاهم بيراميدز والفرق اللي هي يعني قريبين من القمه. انا اقول لك خصوصا بقى النادي الاهلي، النادي الاهلي بقى له كام سنه ما بياخدش اجازه اللعيبه. مظبوط فتره بقى انا فاكر تقريبا وادي السنه دي اهي وانا بكلمك اهو لو في استمر ده لولا انا فاكر كابتن في دوري كابتن خطيب يعني كمل باللعيبه الصغيرين عشان اللعيبه تاخد اجازه لو تتذكر كان اخر ماتش كان الجونه تفتكر هو بقى في حاجه خطا لكن انا اقول لك بقى لا لعيبه النادي الاهلي دي بالذات يعني انا يمكن قلتها قبل كده ان الاولاد دولت يعني هيفضلوا يستهلكوا كل سنه وما فيش راحات وعلى طول احنا بنتكلم ان هم مرهقين. الاولاد دولت ما فيش حد فيهم هيكمل 31 سنه 32 سنه هيكون خلص هيكون هيبطل. بتأثر يا كابتن على عمر اللعيبه؟ طبعا طبعا دي كمان حته احنا ما فيش وعي ليها خالص خصوصا في النادي الاهلي. فرقه لو دخل الزمالك معاهم في 3 4 سنين كده برضه هيبقوا كذلك، بيراميدز كذلك، اي فرقه من الفرق اللي هي يعني يعني بتعاني من قصه المباريات وطول السنه ومفيش اجازه اكيد لعيبتها هتتاثر واكيد الاعمار السنيه بتاعتها هتقل. وده امر كمان احنا مش واعيين له خالص ولا بنفكر فيه ولا الولاد كمان بيفكروا فيه دلوقتي لان هم برضه قادرين، انما سنه بعد سنه بعد سنه الامر هيبقى صعب جدا جدا. وفي الوقت يعني نفسه دول ولادنا ودول لعيبتنا واللي بيمثلونا في المنتخب. صح فده صح. امر صراحه صح. محتاج فعلا محتاج تضافر كل الجهود بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك وبالنسبه للفرق كلها. لازم يعني رابطه الانديه هي بتقعد مع الانديه. طب والانديه بتقول ايه لما بتقعد مع بعض؟ هل بيقعدوا مع بعض؟ ما هو ده بقى يا كابتن اللي مخليني علامه استفهام الحقيقه، لان رابطه الانديه جزء من الانديه فيعني المفروض بتقعد وتعرف مشاكل الانديه ايه وايه في ايه وهنحل ازاي والمشاكل اللي موجوده عندنا دلوقتي محتاجه حلول بكره لازم نحلها. صحيح. لكن ان احنا نفضل في دائره